تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العالي الصباح رئيس الحرس الوطني بمناسبة تزكية سمو حفظه الله ورعاه لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لولاية العهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وليا للعهد. هذا نصها. حضرة صاحب السمو الأخ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده على عظيم نعمته التي أنعم بها علينا جميعا وعلى بلدنا العزيز، وإننا إذ نبارك اختياركم ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتزكيته ومباركة أسرة الصباح والشعب الكويتي ليكون سندا وعونا لسموكم حفظكم الله ورعاكم، وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد وسدد خطاكم لتكملوا مسيرة النهضة والنماء في بلدنا الكويت وكل ما يصبو إليه شعبنا من آمال وتطلعات. وتقبلوا خالص تحياتنا سالم العالي الصباح رئيس الحرس الوطني.